ضعيها لفراغات شعرك والصلع، وبدون قسم بالله النتيجة هتبهرك. هتنبت الشعر وتملى الفراغات من أول أسبوع، وتحدي عايزاكم تجربوها، بتصلح للرجال وللنساء، والحالات كمان تساقط الشعر والصلع الوراثي هتزود وتكثف وتطول شعرك في وقت قليل جدا. يا حبايب قلبي النهاردة جايبالكم منتج من المنتجات الحقيقي، من الحاجات السحرية جدا للشعر ذات النتائج السريعة. تعالوا نتعرف على الفوائد بتاعته واستخداماته ومميزاته، كل حاجة يعني تخص النهاردة من النهاردة هنتكلم عنها، فتابعوني للنهاية لأنها هتكون حلقة مهمة جدا. واشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. حبايبي حاولوا قدر المستطاع أن انتوا تحطوا لايكات كتير، لأن للأسف الشديد أن 90% بعد ما بيتفرجوا على الفيديو بيكونوا نسوا أن هم يحطوا لايك. وقف الفيديو لحظة واحدة ومش هتخسري حاجة أنك بتحط لايك، بالعكس انت كده بتدعميني، وبفضل دعمكم ان شاء الله القناة هتكبر. لوشن نيو هير هو الحل الامثل لاي حد بيعاني من تساقط الشعر. يعني باختصار كده هو من الحاجات اللي هتخلي شعرك ده طويل لحد الارض. انا مش ببالغ في الكلام ده، كلام ده حقيقي. كمان تقدر تستخدميه انت، اخوك، زوجك، اي حد بيعاني من الصلع او تساقط الشعر بكمية كبيرة. بفضل تركيبته الرائعة، يعتبر مصنوع من الأعشاب التايلندية التقليدية والطب الحديث اللي بيحسن الدورة الدموية وبيخلي بصيلات الشعر تبدأ تنمو من جديد. والشعر اللي بينمو ده بيكون قوي وبيبقى صعب ان هو يتساقط. لو عانيتي كتير وجربتي منتجات كتير، منتجات دي ما جابتش معاكي نتيجة في علاج تساقط الشعر، فأكيد هتبقي محتاجة اللوشن ده، لانه هينشط الدورة الدموية في فروة الراس. مع تنشيط الدورة دي بيحصل ايه؟ الاكسجين بيبدأ يوصل لبصيلات الشعر، فبيمدها بالغازة وبيمدها بالاكسجين، فالشعر بدل ما هي ميتة مفيش حاجة وصلها خالص، الشعر بيبدأ ينمو مرة اخرى. انا بقولك ليه كده؟ لان لازم مهم تعرفي قبل ما تستخدمي المنتج انت بتحطي ايه على شعرك، وايه مميزات المنتج اللي هتاخديها منه قبل ما تدفعي فلوس فيه. هيكون مناسب جدا جدا للناس اللي عندها دهون زيادة في فروة الراس، ودول اكتر ناس بيعانوا اللي هم اصحاب البشرة الدهنية. كمان بيحتوي على الشمام والجينسنج الابيض وورق النخيل، وكل دي مواد طبعا بتسبب ايه؟ بتقلل من تساقط الشعر. وبيحتوي على فيتامينات زي فيتامين ب وثمار الحمضيات باستثناء الليمون. مستخلص الشمام ده بيسرع من انبات الشعر وبيمنع التساقط. والجينسنج طبعا معروف قد ايه ان هو مهم جدا، ان هو بيخلي فروة الراس قوية وبيخلي ان في دوران في خلايا في فروة الراس. كمان عندنا مستخلص ذيل الحصان اللي بيعزز من صحة بناء تأثير الكولاجين على الشعر، وبيدي خصائص مضادة للأكسدة. كمان اللوشن ده من الحاجات الهيلة لانه بيحتوي على مادة السلكة الطبيعية اللي بتوفر مقاومة ان هي تقلل من تكسر الشعر، بيحسن قوة الشعر، بينمو مرة اخرى. كمان بيفيد جدا في تنظيف فروة الراس، بيقلل من القشرة. عايزة اقولك ان القشرة من ضمن اسباب تساقط الشعر. ليه؟ لان القشرة بتعمل زي طبقة عازلة كده على الشعر، فلما بتيجي تستخدمي زيوت او حمامات كريم عشان تغذي شعرك وتقويه، الحاجات دي كلها مش بتوصل لفروة الراس، وبالتالي الشعر بيبقى جاف او خشن او بيتساقط. فالمنتج بيعزز الدورة الدموية في فروة الراس وبيوقف التساقط وبيخلي الشعر ينمو مرة اخرى من جديد. طب ايه هي استخداماته؟ سهلة جدا، هتتمشطي الشعر بالمشط، يفضل يكون مشط خشبي، ودلكي فروة الراس قبل وبعد الاستخدام 6 لـ7 مرات عشان تنشط فروة الراس. طبعا التدليك بأطراف الأصابع بحركات دائرية لطيفة وبطيئة، بلاش الدعك الجامد ده عشان ما يسببش أكتر تساقط للشعر، بالراحة كده بأطراف الأصابع. والخطوة اللي بعد كده ان احنا هنبدأ في توزيع اللوشن على فروة الراس بالكامل في الصباح وفي المساء،
وندلك مع كل مرة بنحط فيها اللوشن على فروة الراس مدة دقيقة لدقيقتين، واتركي اللوشن تماما لحد لما يجف، بلاش تشطفيه خالص بالمية، استخدميه على فروة الشعر الجافة تماما، بلاش تستخدميه على شعر مبلول او بعد ما تكون او شعر مرطب او كده، على الشعر وهو ناشف، واستخدميه يوميا وبانتظام للحصول على نتيجة. نصيحة مهمة جدا لازم يعني تعملوا بيها اثناء استخدام لوشن نيو هير، استخدمي شامبو يكون لطيف على فروة الراس وجذور الشعر، استخدمي الشامبوهات اللي بيكون خالية من السلفات لانها بتسبب جفاف، ابعدي عن الشامبوهات اللي بيكون فيها سيركون صناعي، ابعدي عن الشامبوهات اللي بيكون فيها بارابين ودي مواد حافظة خطيرة. هتستخدمي ايه؟ تستخدمي يا اما شامبو طبيعي مصنوع من مواد واعشاب طبيعية، يا اما منتج يكون طبي. ابعدي عن المنتجات التجارية قدر المستطاع. كمان تقدري تستخدمي الشامبوهات المخصصة للأطفال، بس برضو تركزي لأن للأسف الشديد إن في بعض منتجات المخصصة للأطفال بتكون برضو فيها بعض المواد البترولية اللي بتسد المسام. نصيحة طبعا تانية إن انتي بلاش تصبغي الشعر أثناء فترة استخدامك لوشن نيو هير بالصبغات المواد الكيميائية والحاجات القاسية على الشعر. في حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا اللي من ضمن أكتر أسباب تساقط الشعر هي إنك تغسليه. أيوة زي ما سمعتي كده، هل غسيل الشعر بيسبب تساقط؟ أيوة بيسبب تساقط لو أنتي غسلت شعرك بطريقة غلط. أول حاجة زي ما اتفقنا إن احنا بنختار شامبو يكون كويس لشعرنا ويكون مناسب لفروة الراس. تاني حاجة إن احنا بنغسل شعرنا لا بمية عادية لا بمية سخنة قوي لا بمية ساعة قوي، تكون المية فاترة. تالت حاجة لما بنيجي نغسل الشعر بنبدأ في التلك علشان ده بيحفز الدورة الدموية انها تشتغل في فروة الراس. وتالت حاجة ودي اخطر حاجة ممكن نعملها ان احنا بنمشط شعرنا وهو مبلول. لما بتبدأي بتمشيط شعرك ويكون مبلول الشعر بيكون في اضعف حالاته وهو مبلول، فبيبدأ يتساقط حتى اصلا لو طبيعة شعرك قوية وصعب انها تقع، مع الخطوة اللي انت بتعمليها دي هيبقى في تساقط شعر جديد جدا جدا. زائد ان انت مهم جدا لما بتيجي تمشطي شعرك ابدأي في تمشيطه من اسفل من الاطراف للجذور وليس العكس، عشان لو بدأتي من الجذور انت كده بتشدي الشعر للاسفل وده بيسبب تساقط الشعر. اتمنى حبايبي اكون قدرت افيدكم وقدرت اكلمكم عن كل حاجة خاصة بهذا المنتج، من مميزات من عيوب من شوية نصائح. اتمنى كمان ان انتوا تفيدوني عن طريق ان انتوا تحطوا لايك واشتراك في القناة وتشيروا الفيديو وتشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة لانها هتعجبكم جدا. اشوفكم حبايبي في امان الله، ما تنسوش بقى تكتبوا رأيكم وتعليقاتكم.